تتجه أنظار العرب صوب ملعب نادي الشارقة، والذي سيكون مسرحا لقمة عربية تجمع المنتخب الفلسطيني وشقيقه السوري في الجولة الأولى من لقاءات المجموعة الثانية بكأس أسيا المقامة في الإمارات. ويدرك منتخب الفدائي صعوبة مهمته أمام سوريا التي تمتلك لاعبين أفضل مهاريا وفنيا، ولكن المدرب الجزائري نور الدين ولد علي وعد بظهور مشرف وتحقيق نتائج جيدة. ويدخل المنتخب الفلسطيني البطولة بدون أي ضغوط وبعد فترة إعداد جيدة ووديات مكثفة ومعسكر ناجح بكل المقاييس، ليصبح في أفضل حالاته الفنية والبدنية والذهنية. وخلال هذا المعسكر خاض الفريق 4 لقاءات ودية، حيث فاز على باكستان بهدفين للا شيء، ثم تعادل مع إيران بهدف لكل منهما، وبعدها خسر أمام العراق وقرغيزستان بهدف للا شيء وبهدف مقابل هدفين. ويعتمد المنتخب الفلسطيني على مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين في الخارج. أما الطرف الثاني للقاء، المنتخب السوري تحت قيادة الألماني بيرند ستينغ، يدخل المباراة بطموح الفوز ومتسلحا بخبرة لاعبيه وقوة هجومه بقيادة عمر السومة وعمر خربين، بالإضافة إلى خط وسطه القوي المدعم بتامر محمد وأسامة أمري ومحمد عثمان. ويدخل منتخب نسور قاسيون البطولة بعد فترة إعداد مثالية، حيث لعب 8 مباريات ودية دولية أبرزها أمام أوزبكستان والصين والكويت وعمان والبحرين، كما أقام معسكرا في النمسا ولعب خلاله 10 مباريات تجريبية، واختتم ودياته بالفوز على منتخب اليمن.